نظمت الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة التحتمائية نهاية بطولة المغرب للموسم الرياضي 2021-2022 لرياضة الغوص الرياضي بالمسابح، وكذلك نهاية بطولة المغرب للسباحة بالزعانف. وقد تم تتويج فريق نادي المرجان بسلة سواء بالرياضتين، سواء السباحة بالزعانف أو الغوص الرياضي بالمسابح. هنيئا لفريق المرجان ولفعالية مدينة سلة على هذا الإنجاز التاريخي المهم. شاركت جميع الجمعيات المنخرطة تحت لواء الجامعة في هذه التظاهرة، عرفت مستوى جد متميز، عرفت كذلك تحطيم عدة أرقام قياسية وطنية. هذا شيء مهم اللي غادي يمكننا باش نحصلوا على واحد المنتخب وطني مغربي قوي اللي غادي يقول الكلمة ديالو. سبق لنا توجنا في كأس العالم بالتايلاند هاد السنة، الحمد لله الآن كان إن شاء الله غادي نحاولوا نفوزوا بألقاب أخرى مع المنتخب الوطني المغربي، سواء بالغوص الرياضي بالمسابح أو السباحة بالزعانف. هذا من كل يكون إلا دافع قوي لهاد الأبطال، البطلات والأبطال اللي قدموا واحد الحلة جميلة في الرياضة ديال الغوص هاد السنة. إذا هنيئا لجميع الفعاليات ديال الجامعة، وهنيئا لفريق المرجان وجميع الفرق الأخرى التي شاركت في هذه النهاية. كنمثل الجمعية السلوية في هذه المظاهرة، الجمعية السلوية لجمعية المرجان، وإن شاء الله والحمد لله قدرنا ناخذ بطولة المغرب ديال الغوص البارح، وخدينا في المجموعة 3 ديال ليكوب. زيد على هذا النهار خدينا بطولة المغرب ديال السباحة بالزعانف، وفي المجموعة كان عندنا 6 ديال ليكوب الحمد لله. وهادشي بفضل المجهودات ديال الجامعة ومجهودات ديال الآباء ديالنا، وأول حاجة ورضات الله سبحانه وتعالى اللي هي بسببها باش حنا واقفين وحنا كنهضروا دابا. La compétition, ça a été un peu difficile pour les gens qui sont avec nous et pour les membres qui sont avec nous. Mais alhamdoulilah, Rabbi m'a fait un peu. Classé 3e, inch'Allah. J'ai deux podiums et j'ai eu les premières filles, les premiers garçons, premiers en général, premiers par équipe. وصافي زعما الصراحه هادشي اللي كاين. وبالنسبه لا كومبيتيسيون كانت صراحه مزيان، كان كلشي في المستوى، غير هو كان شويه ديال الصعاب ما بيناتنا حنا كاملين ما بين لي زاتليت، وواحد شويه ديال التخوفات زعما من لي زوتر ديسيبلين.